عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عباس الكوفي. منو الشيخ عباس الكوفي؟ عباس الكوفي ما عرفت عزيز، ما عرفت الشيخ عباس الكوفي. كنت ودي لي صورته، لأنه الاسم كلمة الشيخ عباس يعني بالحوزة كثير، أحيانا الشخص يستخدم أكثر من لقب. قصدك حسن الكوفي مو عباس الكوفي، شيخ حسن الكوفي. نعم نعم، شيخ حسن الكوفي عزيزي. شيخ حسن الكوفي كان أحد أساتذة الفقه في الحوزة العلمية. أكبر حلقة درس فقه بالحوزة العلمية كان حلقة الشيخ حسن الكوفي. يعني ما كان أكو مكان يكفي الحلقة مالته، يوميا كنا ننتقل في مكان. أنا درست عند منهاج الصالحين كاملا، وبدأت عند درس الشرائع حتى حدث الحادث اللي حدث بي، ويعني اعتقل الشيخ بعد حادث اغتيال السيد الصدر. الرجل كان يعني قمة يعني بالدرس، درسه كان من أبرز دروس النجف اللي لم يكن أبرزها، أوسع درس. شلون الآن احنا بالحوزة العلمية عندنا درس الشيخ اليرواني، أكبر حلقة درس موجودة بالنجف الأشرف، يعني يوصلون تقريبا قريب إلى 1000 طالب يحضرون يمه. شيخ حسن كان أكبر حلقة درس، أكبر حلقة درس كان درس. كان معروف بضبط للغة العربية، كان خطيب مفوه، بحيث لما كان يروح يخطب في بعض المحافظات الوهابية يروح يشتكون عند الأمن حتى على مود يمنعونه، بس يمنعونه من إكمال محاضراته. حتى أنه بعض الأحيان لما يروح إلى مدينة من المدن كان دائما يحضرون شخص بديل عنه، لأنه عادة يوم عشرين في رمضان ما يتحملون الوهابية، يتحملونه شهر كامل، فيكون أكو شخص بديل عنه فيبدلونه، يروحون واحد يروح بديل عنه، يعني يروح يكمل المحاضرات وهو يروح المكان آخر حتى يكمل، لأنه كان محاضراته قوية وكان جريء جدا بالطرح، جدا جريء بالطرح، ما كان يخشى أحد. ويعني حقيقة يعني خسارة غير طبيعية كانت الحوزة العلمية، صدمت الحوزة العلمية بحادث يعني اتهامه، لأنه ما كان علاقة أساسا بالقضية. بينه وبين السيد الصدر صار خلاف، وصدر فتوى يعني من السيد الصدر، بعدين سحب السيد الصدر الفتوى. الرجل اختلف معه، يعني هو طالب بحث خارج ومن خير طلب البحث الخارجي. أنا سألت عنه، يعني مو درست فقط، سألت عنه الأساتذة اللي هم كانوا يحضروني معاه، يعني قالوا بأنه كان يعني مو طالب يعني مميز، يعني مميز طالب مميز، وهو حضر بحوث العلماء تقريبا
جميعهم يعني جميع العلماء الموجودين بالنجف كلهم حضر لهم. اللي ما حضر لهم يروح يناقشهم، يروح يتباحث وياهم بهالشكل. على كل حال بعد هاي الدولة كانت دولة ظالمة، فيعني شلون استفادت من هذا الخلاف اللي حصل بينه وبين السيد الصدر، واتهم ب يعني باقتيال السيد، مع انه الرجل وين وين هاي القضية اساسا. حتى شنو، حتى لما انا لما وقع الحادث اساسا هو اقام فاتحة للسيد الصدر، يعني الصور يعني اقام مجلس فاتحة. فلما اخذوه حسب معلوماتي اللي اذكرها انه لما اخذ كان يقيم مجلس عزاء للسيد، لان الحوزة عطلت، فراح هو باعتبار هو خطيب فكان مسوي مجلس عزاء للسيد، فجاءوا اخذوه من مجلس العزاء. هكذا سمعت. نعم، السيد شيخ حسن يعني طلب مناظرة السيد الصدر حول قضية اجتهاد السيد، يعني قال بأنه رأيي بأن السيد الصدر عنده مشكلة بالاجتهاد، وأرسل له كاسيت ذكر بي بعض الأدلة اللي يعتقد أنها يعني تكشف عن هذه القضية. وطالب السيد بأنه، أنا سمعت المقطع بس هاي بعد سنوات طويلة، يعني تقريبا أكثر من يعني من 25 سنة تقريبا، أو قريب 25 سنة، يعني قريب 25 سنة تقريبا. فبعد لبالي أنه طالب ببعض البحوث العلمية، و لا شيخ حسن كان دائما الاعتقال، دائما يعتقلوه يعني بسبب الخطب دائما يعتقلوه. نعم لا هو بعد بالوقت اللي صار حادث السيد لا كان ما معتقل. وحادث السيد لما وقع لا شيخ حسن كان موجود، حتى اكو بعض الطلبة قالوا له شيخنا قالوا له احنا حاسين اكو فد شيء، احنا نحس انه ترى ممكن انه الدولة تستفيد من هذا الشيء اللي ظهر بينك وبين السيد الصدر، وممكن يمكن يعني انه يتهموك. فالشيخ ما خالها في باله، قال معقولة انا اقتل لعالم شنو يعني؟ فقالوا له ترى هاي دولة ظالمة يعني. فالشيخ ابدا ما خطر بباله انه في يوم من الايام يعني تمر عليه مثل هاي الازمة. ولذلك الرجل من 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 شدة بأسه ما استطاعوا ان يجعلوه يعترف الا من جابه، حتى زوجته جابوه. ولذلك حتى لما ظهر بالإعلام يعترف، حتى نبرات صوته غيرها بين كلمة وكلمة حتى يبين للناس ترى هو ما جاي يتحدث بوضع طبيعي، حتى هو يعني بالطريقة الكلام، إن هو ذكي، شيخ حسن جدا ذكي كان رحمة الله عليه. طبعا أنا اعتقلت في نفس مديرية الأمن اللي اعتقل بها بعد سنتين وشوية تقريبا، بعد سنتين وشوية أنا اعتقلت بنفس المديرية اللي تعتقل بها وعذبوا بها نفسه، ونفس المكان اللي اعتقل به شيخ محمد فلك هذا البصراوي، شيخ محمد فلك المالكي، نفس المكان. على كل حال يعني هاي دولة كانت ظالمة، يعني مو شنو يعني الخلافة مع السيد الصدر كان خلاف يعني قابل للحل، ما كومت مشكلة يعني. لكن بعد الدولة قتلت السيد، وفوقها مو بس هاي، اكو جماعة اخطية جابوهم من المعتقل، يعني اكو واحد جابوه شاب من المعتقل، واحد دراجي اعتقد جابوه من يعني كان محكوم، كان معتقل بقضية، جابوه من ناكا وقالوا له تعال احكي هذا الحكي، واضافوه للقضية وعدموه مع انه الرجال كان معتقل في غير مكان، اصلا كان معتقل يمكن قالوا بالبصرة بقضية، فجابوه وضافوه على القضية. وهذا الثاني اللي اضافوه القضية يسمونه الأردبيلي، هذا شخص منبوذ ما كان يعني ما كان أحد يعرف، حتى قيل بأنه كان يعمل للنظام، بس شلون تخلوا عنه وعدموه من دي أحمد الأردبيلي، هذا اللي كان أساس الاعتراف على الشيخ حسن بأنه هو صاحب القضية.
نعم 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 هل هناك وجود تاريخي للشخصيات الفارسية التي ذكرت في مسلسل المختار الثقفي؟ نعم نعم وجود تاريخي موجود. واحد يقرأ كتب التاريخ راح يجد أن هؤلاء الشخصيات اللي ذكرت لهم وجود بشكل. هل هناك فائدة في الروايات الضعيفة أم لا وترفض كليا؟ لا عزيزي، لا ترفض كليا. أحيانا الروايات الضعيفة تضاف إلى الروايات فتعتبر شو نحن نقول كثرة مؤيدة أو تعدد طرق وما شاكل ذلك، وأحيانا قد يكتشف صحة بعض الطرق بسبب وجود الخلل في بعض الأسانيد، لأنه قد تكون أحيانا ضعف الرواية بسبب خلل في السند وليس خلل حقيقي، قد ممكن يصير تشابه بالسند ويوقع السند في مشكلة الضعف، ولكن إذا عند النظر في طرق الرواية يمكن أن يستكشف وجود خلل أو تصحيف في بعض أسماء الرواة، فيكتشف من خلال تعدد طرق الرواية أن هذه الرواية هي نفسها ولكن وقع خلل في ذكر بعض الأسماء فيستفاد منها. غير هذا أنه يوجد مناهج تتعلق ب السنن والمكروهات، في هذه المناهج قد يقبل عند بعض الفقهاء الروايات غير المسندة بشكل صحيح بناء على يعني قاعدة التسامح في أدلة السنن. أما القضايا الإلزامية نعم فلا يؤسس فيها، بالنسبة للروايات الضعيفة لا يؤسس في القضايا الإلزامية شيء يعني كتأسيس من ناحية التأسيس. يا الله شلون ما فهمت هذا السؤال. هل يؤثر الراوي غير الموثوق في شروط تواتر الرواية؟ تواتر الرواية طبعا طبعا، التواتر يعني يكون سند صحيح، فهذا ما يضاف إلى عنصر من عناصر الرواية، إنه يخل فيها. بس على كل حال إذا ما اعتبر فعلى أقل تقدير لا يضاف. على كل حال هل ثبت محمد بن الحنفية أنه مدعي للإمامة؟ يوجد روايات تقول ذلك، ولكن حسب رأي بعض العلماء هذه الروايات لم تكن صحيحة، وإنما كانت من أجل إثبات حق الإمام زين العابدين ليس أكثر. هل توجد نهضة في الحوزة لتحقيق المخطوطات والبحث عنها، ولماذا توجد بعض الكتب لم يكتب للتحقيق؟ عزيزي توجد مؤسسات الآن توجد مؤسسات تعمل في تحقيق المخطوطات، والعمل مستمر، يعني عمل الاكتمال وعدم الاكتمال هذا ما له دور في القضية حسب المشروع، بعض المشاريع تحتاج إلى وقت، فليس من الضرورة أنه تكتمل الأعمال بحسب مزاجنا العام، وإنما تكتمل الأعمال بأوقاتها. نعم
الحاوزة فارغة من لها تحقيق. الخوف أنت تعال حقق، يعني إذا أنت تفتهم بالتحقيق وتعتقد الحوزة فارغة، تعال أنت حقق وفيد الحوزة ما دام أنت إيش عبقري وتعرف الفرق بين المحقق كونان وبين شو يسمونه ذاك جوجو. هل يوجد دور للعتبات الدينية في دوائر الدولة؟ يعني شنو دور؟ ما فهم شنو يعني دور؟ ما قيل إن الغدير للأميني رحمه الله لم يكتمل بعد، لذلك سألت. لا عزيز، هذا كلام مو صحيح. من قال لك هذا الكلام؟ تفسير القمي عزيز، تفسير القمي فيها رأى متعددة، الرأي المحقق فيها أنه غير معتبر. هل يتعامل بكتب المخالفين في الحوزة؟ عزيزي، كتب المخالفين في الحوزة التي تتعامل بها الحوزة هي كتب العلوم غير الدينية وليس في الكتب الدينية. الكتب الدينية لا يتعامل بكتب المخالفين، يعني النحو، الصرف، المنطق، ممكن للإنسان أن يدرس كتب المخالفين، وهذا موجود حتى عند المخالفين، ممكن يدرسون كتب المنطق الشيعية، ماكو أي مشكلة. يعني كتاب حاشية ملا عبد الله، الشارح ملا عبد الله اليزدي شيعي وصاحب المتن سني، ولكن من، هل هناك فرق بين أنه أن يكتب المتن المنطقي سني أو شيعي؟ ما بي سني شيعي، المنطق ليس فيه. لا 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 عزيزي، هذا التدخل بهذا المقدار أساسا مو من حقهم، لا إداريا ولا غير شيء. علي الهاشمي، انت تعرف الفرق بين الزبرة والدونكي؟ تعرف الفرق ولا ما تعرف؟ إذا تعرف الفرق اكتب لي الفرق بين الزيبرا والدونكي. إذا تعرف اكتب لي والله شنو الفرق بيناتهم؟ ليش الإنجليزي يفرقون بيناتهم؟ حتى نعرف أنت تفتهم بالتحقيق ولا ما تفتهم بالتحقيق. ليش تضحكون؟ شنو المشكلة؟ هذا سؤال. منو هذا؟ لا لا لا، شنو يختفي؟ لا، هذا الهاشمي. هل في النية نشر مذكراتكم؟ مذكرات شنو؟ هسه دكتور هذول إذا ريزخوني، انت جاوب هسه عوفك، ريزخوني مو ريزخوني، انطيني الفرق بين الزيبرا والدونكي، انطيني الفرق بيناتهم. ليش الانجليز يفرقون بيناتهم؟ ليش الانجليز اجدادك يفرقون بيناتهم؟ ها عيني، لا إله إلا الله، هذا والله سؤال مهم. هذا هل الشيعة غير الاثني عشرية يخرجون من المذهب؟ غير الاثني عشرية، نعم نعم نعم. يخليه براحته عيني، عنده أسبوع كامل
احنا ورا اسبوع راح نلقى شو اسمه، لا راح نلقى الجزء الانجليزي وغيرين رايهم. هل من يتبع الكتاب والسنة يدخل الجنة أم لا؟ عزيزي اسمعني، لو كان الإنسان يستطيع أن يتبع الكتاب والسنة من غير العترة لما أمر النبي صلى الله عليه وآله، بأن سلامة الإنسان من الضلال هو باتباع القرآن والعترة وليس الكتاب والعترة، فهمت؟ ولهذا تجد أن الكثير من الناس عندما بقوا يعني ملتزمين ادعاء هكذا بالكتاب والسنة فقط من دون العترة ظلوا وأظلوا، ولذلك اختلفوا فيما بينهم وقتل بعضهم بعضا، وهذه سيرة الخلفاء قدامك، حتى أنه يعني عندنا 4 خلفاء يسمونهم بالخلفاء الراشدين، كم خليفة منهم قتل؟ 3 من 4 خلفاء قتلوا، والرابع الذي هو الأول ندم على أفعاله التي قام بها في بدايته وحاول أن يتخلص من الخلافة، ولكنه يقول كان لي شيطان يعتريني وما شاكل ذلك. فلو كان الالتزام بالقرآن والسنة أمرا مستطاعا وحافظا للإنسان من الضلال لما أمر النبي صلى الله عليه وآله بالالتزام بالقرآن والعترة. نعم عزيزي، قتل وبعض الناس يقولونها كان يصلي لما قيل لهم إن عليا قتل وهو في محراب الصلاة، كان بعض الناس ماذا يقول؟ هل كان يصلي وهل كان يصلي وهل علي يصلي؟ علي الذي بني الإسلام بسيفه وتضحياته يقال عنه هل كان يصلي؟ بعد أقل من 3 عقود من وفاة نبي الإسلام، لا عزيزي، أمر باتباعهم، عزيزي أمر باتباعهم، وهذا موجود في صحيح مسلم، عزيزي هذا موجود في صحيح مسلم في حديث الأرقم ابن الأرقم، في حديث ابن الأرقم. نعم، هل صحيح من قرأ دعاء العهد 40 مرة كان من أنصار الحجة؟ ما سامع هذا الكلام، أول مرة أسمع هذا الكلام. عزيزي حديث الثقلين يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، هذه حديث الثقلين. عزيزي الركابي التغلبي، أنت تعرف الحوزة شنو بيها من تخصصات؟ لا 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 عزيزي، شوف شوف شوف، أنا أعرف الموجود في مسلم والمعرف، نعم أعرف، ولكن هو نفس الحديث في مسلم مبدل مصحف، نفس الحديث، ولا هو نفس الراوي. اذهب إلى الحديث وانظر من هو الراوي وما هو الحديث، هناك كامل وهنا نمو ناقص فقط، وهذه مشكلة أهل الحديث، أن بعض أحاديث التي بعض الأحاديث التي لها مساس بأهل البيت يزورونها هكذا، ولذلك هناك الحديث كامل وصحيح وهنا الحديث موجود وبنفس الراوي ولكنه مقتطع، وهذه القضية وقع فيها مسلم ووقع فيها البخاري، والبخاري فضحه مسلم ومسلم فضحه المصنف وهكذا.
من أعلم، السيد علي السيستاني أم السيد الشهيد؟ عزيز السيد الشهيد توفي بعد أعلم على شنو بعد أعلم؟ في ذاك الوقت اللي أنا كنت أقلد السيد الخوي ذهبت إلى أهل الخبرة قالوا لي السيد السيستاني أعلم الموجودين. هكذا. نعم نعم نعم، قضية التدليس موجودة. لا عزيزي لا لا، يوجد من الكتب من سبقت مسلم وفيها الحديث كامل. لا ليه، مسلم مسلم من الذين يتهمون بالتزوير. مسلم فضح بعض ما زوره البخاري، وابن أبي شيبة فضح بعض ما زوره مسلم، وهكذا وهكذا. شيخ بتطبيق المجيب رحت سألت منه الأعلم الشهيد أو السيستاني، قالوا السيستاني. خب شنو المشكلة يعني، هم جاوبوك ليش تتقلي؟ لا توجد كتب سبقتهم، توجد كتب سبقتهم. لا مو بكيفهم عزيزي. من يريد أن يقرأ، شوف، من يريد أن يقرأ ويطلع على قضايا التحريف في كتب الحديث عليه أن يقرأ كتاب التحريفات للسيد الميلاني. هل السيستاني أعلم من الخوي؟ لا عزيزي، لا عزيزي، الخوي هو الأعلم، ولذلك أنا لازلت أقلد السيد الخوي بإجازة من السيد السيستاني. لو كان السيد السيستاني هو الأعلم يجب علي العدول. هل أصول الفقه هي اختراع سني كما يشيع الحشوية؟ عزيزي هذا حشي حشوية، والحشوية ذول بعد تعرفهم. شيخ هل عندك مؤلفات؟ نعم عزيز عندي مؤلفات ولكنها غير مطبوعة. ادعي لي يصير عندي فلوس مثل الحيدري واطبع كتبي، بس كون ما بوقن مثله. هل يستطيع غير طالب الحوزة أن يفهم كتاب نفحات اليسار؟ نعم نعم يستطيع. وين هذا التغلب اللي يقول ماكو هيك اختصاص بالحوزة؟ عيني تقول عندك اطلاع، يعني شنو عندك اطلاع؟ هذا قدامك دكتور رضوان هم طالب حوزة وهم أستاذ بالجامعة، يقول ما عندنا تخصص توثيق النصوص بالحوزة، ماكو ايش تخصص توثيق النصوص، مع ان انا ست مرات كنت ست سنوات ادرس هاي المادة ست سنوات، والدرس موجود بدائرة المعارف الشيعية. والله بعد والله بكيفه هذا، انا عرفه منين هو من جماعه المدلس. شيخنا مساله تقليد الميت سمعت انها لا تجوز. عزيزي لا تجوز اذا ما انقلده في حياته، يسمونه تقليد ابتدائي. اما انا فانقلده في حياته وملتقي بيه بحياته، والسيد اخوي ملتقي بيه كثيرا بالثمانينات، 84 85 86 87، آخر لقاء كان 89. طبعا حتى رحت وكنت يعني داخل بهوية مزورة. يقول أخوان صدق السيد السيستاني حفظه الله طلع لابس قناع لمو هو؟ والله هذا الفيلم يا عزيزي يقنعون به الجهال، يضحكون به على أنفسهم. أنا مواليد 70 عزيز، مواليد 70. والله ما أدري دكتور، ما أدري هذول على جماعة الحيدر يعود، هذا اللي عمر بالتخصص. هناك من أهل الخبرة من يقول إن الصدر أعلم من السيد السيستاني مثل عبد العالي المظفر. عبد العال المظفر عزيز ما كان من أهل الخبرة، هذا رجل كان مريض الله يروح ما توفى. شنو عبد العال شنو كان، شنو كان يعني أستاذ ما شنو بالضبط؟ عبد العال رجل كان مريض الله يرحمه.
بعدين عبد العال يقف أمام شهادة بقية العلماء. أنا كنت موجود لما السيد حسين بحر العلوم وهو مرجع من المراجع أراد أن يكتب ورقة وأنا كنت حاضر أنه السيد السيستاني هو أعلم الموجودين، ولكن أحد المشايخ وعرفه بالاسم هو اللي منع السيد، يلا سيدنا هاي الفتوى طلع لك تسوي لنا مشاكل فتركي. دكتور رضوان، هذا الدكتور رضوان يعرفه، شيخ عبد العال هذا الرجل يقول لي هذا كان من أهل الخبرة. تفضل يعني. أحسنت دكتور، تفضل. هذا الدكتور رضوان هم طالب علم وهم من أهل النجف وهم أستاذ متخصص في علم الحديث، تفضل. نعم نعم نعرفه، رجل بسيط ما كان عنده هاي السؤال، رجل حتى في آخر أيام كان مريض. عزيزي إجازة الطهراني هذه مزورة، عزيزي إجازة الطهراني هذه مزورة، لا توجد إجازة له. فرحة الزهرة هو يوم تتويج الإمام المهدي، يوم 9 ربيع، يوم تتويج الإمام المهدي. سألت منه أنا قاعد يمه، تسألت منه أنا قاعد يمه، وأعطيك أسماء المشايخ اللي كانوا اللي منعوا من كتابة الورقة. كتاب الألفين عزيزي ينفع، كتاب الألفين هو في 2000 دليل على إمامة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لا عزيزي أنا حجة عليك، أنا رجل عندي 30 سنة بالحوزة أضيعها على مدشة الشهادة الزور مثلك؟ عزيزي بسبب المشاكل الشيخ اللي منعه قال له هاي يسوي لك مشاكل سيدنا، انت مرجع وتكتب انه فلان اعلم راح تفتح على روحك مشاكل. اي نعم شهادتك شهادة الزور، شهادتك شهادة الزور، نعم شهادتك شهادة الزور.
هذا دكتور رضوان، هذا من أهل النجف. حياك الله عزيزي، حياك الله. احنا نعرف الحقيقة، نعرف الحقيقة، ما يحتاج هذا الحكي مالتك عزيزي. احنا ما نتحدث عن رأي السيد الصدر، احنا نتحدث عن رأي اهل الخبرة، ما لنا علاقة برأي السيد الصدر، لانه هو السيد الصدر وغيره من العلماء عندما يريدون اثبات علمية شخص ماذا يقولون؟ يقولون بأنه ترجع الى اهل الخبرة، ونحن رجعنا الى اهل الخبرة، ما رجعنا للسيد السيستاني مباشرة، ما رجعنا للسيد الصدر مباشرة، ما رجعنا للسيد بحر العلوم مباشرة، رحنا لأهل الخبرة قلنا لهم من هو الأعلم فأجابونا. أحسن، فذهبنا إلى أهل الخبرة. أحسن، جزاك الله خير. ولذلك الشيخ الذي منع سيد بحر العلوم من كتابة الورقة قال له سيدنا أنت مرجع ومصدي ومصدي، لما تفتح تكتب هيك ورقه راح تفتح على روحك فتحه، شو اقول لك مرجع ومصدي ويكتب فلان اعلم، شو يقولونك هاي؟ راح تفتح على روحك باب، على شنو هذا الباب؟ سده واسكت، اللي يسالك تقدر تجاوبه مباشره، بس الورقه تسوي لك مشاكل. وهذه الورقه سيد حسين بحر الروم راد يكتبها بسبب بعض هاي بعض هذول اللي يدعون والله انت هيك قلت قالوا عمي، قال الشيخ هذا المسؤول عن الاستفتاء قال له جيب ورقه خلني اكتب حتى اخلص من هذا الحكي، كل ساعه واحد جايب لي انت قلت وانت قلت. شو له علاقه الشيخ الغروي؟ الشيخ الغروي شو له علاقه؟ الشيخ الغروي شو له علاقه؟ شيخ الغرو رجل كان مصدي، حاله حال العلماء المصدي. رايبت يا عمي صورته مع السيد السيستاني يضحكون بنص التسعينات، صورته مع السيد السيستاني يضحكون. خاف عبالك على هاي الفتوى الناشرينها مال السيد فضل الله، حاطين اسم السيد السيستاني بدل فضل الله. هاي ترى الفتوى مال الشيخ التبريزي، والفتوى نفسها مزوره مكتوب ذكرنا مرارا، وهاي الفتوى مال الشيخ التبريزي ضد فضل الله كاتبينها ويقولون والله الشيخ الغروي ما يجوز اجتهاد السيد السيستاني. الله قويه. بابا ضحكون على انفسكم، الظلم هاي الشغلات مال التزوير. نعم عزيز، هذا رأي الشيخ الفياض. نعم 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 عزيز، رأي الشيخ الفياض هو هذا، أنه السيد الخوي هو أعلم رجل منذ زمن الغيبة. ناشرين لفتوى أنه الشيخ الغروي يقول بأن السيد السيستاني ما يجوز تقليده، مع أنه هاي الفتوى مو بالسيد السيستاني، هاي الفتوى من الشيخ التبريزي في فضل الله، في محمد حسين فضل الله، وهي الفتوى نفسها مكتوب ذكرنا مرارا، معناته ذكرنا مرارا معناته هاي الفتوى الرابعة. فالطين بعض الثلاث الفتاوى الثلاث الأولى بالسيد السيستاني، لما نقول ذكرنا مرارا يعني معناتها ثلاث مرات قبل هاي المرة، معناتها هاي الرابعة، وهذا هو فتاوى الشيخ التبريزي في فضل الله. فهاي الكلاوات مال الكذب مالتكم ترى ما تمشي. لا عمي شو العلاقة بالأعلم ما أعلم؟ أنا لا أقول أعلم ولا أقول عالم، أنا أساسا شو العلاقة بهاي السوالف؟ هاي السوالف إحنا ما ندخل بيها. نعم مو مرجع، فضل الله مو مرجع ولا مجتهد. هسه هناك من يقول باجتهاده، لكن هناك من ينفي اجتهاده. أنا لا أقول عالم حتى أقول أعلم، ولا لي علاقة بهذه القضايا أساسا. إذا أتحدث أتحدث بالأمور اللي تخصني، الأمور اللي من تخصصي. نعم عزيزي أهل الخبرة، نعم أهل الخبرة. ما سامع بهالمعركة عزيزي، ما سامع بهالمعركة.
ما لنا علاقة بفتوى السيد الحار بعدم اجتهاد الصدر الثاني. شو العلاقة؟ السيد الحار متى قال بين السيد مو مجتهد؟ متى قال؟ ما اكو فتوى. هاي الفتوى منين جايبه؟ اول مره اسمع انه السيد الحاري عنده فتوى بين السيد الصدر مو مجتهد. نعم عزيزي جعفر، جعفر ابن الامام الهادي. نعم عزيزي نعم، هذا جعفر الكذاب. لا عزيزي، المجتهدون أساتذة البحث الخارج، هؤلاء هم أهل الخبرة. المجتهدون أساتذة البحث الخارج، المجتهدون هم أهل الخبرة، أما غيرهم لا. يا عزيزي هذا سيد مهدي الخرسان، هذا سيد مهدي الخرسان، رجل عالم مجتهد ما مصدي. سيد رضي الدين المرعشي سيد رجل عالم مجتهد ما مصدي. السيد علي البهشتي رجل عالم، حتى السيد الصدر كان لو قال لو تكلم لأسكتنا جميعا. كلهم يشهدون للسيد السيستان، كلهم يشهدون للسيد السيستان، أنا سامعهم، أنا سائلهم. وذول خيار طلاب السيد الخوم. قرمزي؟ شنو قرمزي؟ ما فهمت شنو قرمزي؟ عزيزي خالد الشمري انت مو اول مره تدخل، ودليناك على المكان تلقى بي دليل اجتهاد. ادخل على قناتي تلقى الرابط مال قناتي على اليوتيوب، وادخل وتلقى الرد على شبهات منكري التقليد. اجمر شنو الحكي؟ شنو الداعي لهذا الكلام يعني؟ يعني شنو الداعي؟ مرجع الشيوعية؟ شنو الحكي؟ يا عزيزي يا عزيزي، لم يكن هناك إنسان في العالم أحرص على السيد محمد باقر الصدر من السيد الخوئي. لما صدر، شوف لما صدر كتاب فلسفتنا، لما صدر كتاب فلسفتنا في الخمسينات، بعض العلماء في النجف استغربوا
لأنه ما كان معروف عن السيد محمد باقر الصدر أنه أستاذ فلسفة. فقال أحدهم: هذا السيد أصدر كتاب في الفلسفة وما عرفناه يدرس الفلسفة ولا درس الفلسفة عند أحد من الذين نعرفهم. فكان هناك سيد اسمه رضي المرعشي، قال لهم: لا، بل السيد درس. قالوا له: كيف درس وإحنا ما ندري؟ قالهم: أنا بنفسي أخذته إلى السيد صدر الباد قوبي، كان أستاذ الفلسفة في ذلك الوقت، بأمر من السيد الخوي، قال له: عليك أن تدرسه الفلسفة. كان يدرس الأسفار أعتقد، كتاب عالي في الفلسفة، وأنا أخذته بنفسي لتدريسه. فسكت القوم حتى أن السيد الخوي في يوم من الأيام سمع أن السيد كان عنده رأي ببعض القضايا الفقهية اللي ممكن تجيب له مشاكل وكذا، فنصحه بعدم إصدار هذه الفتاوى، لأنها قال له: هذه تؤثر على سمعتك كعالم، فاتركها. نعم، شوف. هل السيدة فاطمة الزهراء إمام معصوم؟ لا، معصومة ولكنها ليست إمام عزيز، معصومة. الإمام لا يكون إلا رجلا، الإمام لا يكون إلا رجلا. هل كتاب الملحمة الحسينية للشهيد مطهري؟ نعم، هو من كتابته ولكنه ليس من تأليفه بالمعنى الدقيق، لأنه هذه أوراق جمعت بعد وفاته ونشرت، ولو كان الشيخ موجود ربما راجع بعض ما موجود فيها، لأنه توجد فيها أفكار غير صحيحة. نعم، فيها أفكار جيدة وفيها أفكار غير صحيحة. والشهيد المطهري ذكر كتب هذه الأوراق ربما في بداية شبابه أو ما شابه، جمعت بعد وفاته وطبعت. ولذلك بعض العلماء يرى بأنه لا يصح نسبتها للسيد، عفوا، للشيخ مرتضى المطهري، لأنه لم يراجعها قبل أن تطبع. أعلم، أحسنتم، مجموعة محاضرات، بل بعضها ملاحظات كتبت هنا وهناك. نعم، ولذلك البعض يقول بأنها لا يمكن أن تقول هذا كتابه. هل السيدة الزهراء مكافئة بالمقام لأمير المؤمنين؟ يعني هل يفضل أحدهما على الآخر؟ عزيزي، حسب النصوص الواردة عندنا، المعصومون بعد النبي صلى الله عليه وآله لا يوجد أفضل من علي بن أبي طالب. نعم، أحسنت، ذلك ومعلومات متناثرة، حتى العناوين وضعت يعني بعد ذلك، لعله هكذا على ما ببالي، وحتى الاسم لعله ليس له أساسا، الاسم ليس له. يا الله، السيد موسى العلي هذا سيد جيد، والاستماع له مفيد جدا، أنا أستمع له أحيانا بعض المقاطع التي أراها أمامي. هل السيد الشهيد بأعلميتي عند تسلمي المرجعية أم لأنه كان أكفأ في الأمور الإدارية؟ عزيزي، من قبل ومن بعد، والذين شهدوا له من البداية شهدوا له لأنهم طلاب كانوا يعرفونه بالبروز العلمي، والبعض منهم شهد له منذ زمن بعيد. نعم، أحسنتم، يعني شهادة السيد الخوي يعني ليس بعدها شهادة حقيقة، خصوصا مع يعني نعم. هل يجوز عدم تقليد الأعلم بعد أن تبين لي أنه الأعلم؟ لا طبعا، مع وجود الاختلاف لا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله. مع وجود الاختلاف بالفتوى ما يجوز، الأعلم لازم تقلده. نعم، لو كانت فتاوى جميع الأقل منا علميا مثل فتاوى خب ماكو مشكلة، لكن عند الاختلاف لا بد من تقليده، هذه الفتوى. حياكم الله عزيز، حياكم.
خمس دقائق وينتهي البث. لو كان الأخ الجابري موجود لقلنا له يقرأ لنا قرآن قبل أن ننتهي من البث. ما أدري هو موجود أو لا، خلينا نشوف لعله موجود. هسه راح أدز له. حياكم الله. هل اليعقوبي مجتهد؟ عزيزي حسب رأي أهل الخبرة لا، ليس بمجتهد. أسأل الله أن يوفقك، جزاكم الله خير، الله يحفظكم، الله يوفق إن شاء الله، موفق إن شاء الله بالدور الثاني. يا الله، نعم 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 نعم. هناك من يقول، ولكن هذه المقولة، مقولة أن السيد السيستاني مساوي بالأعلمية للسيد الخوئي، هذه ليس لا يعني لا تصمد حجية أمام رأي الشيخ الوحيد الخراساني وأمام رأي السيد الروحاني وأمام رأي الشيخ الفياض. هؤلاء مراجع أعلى منهم، فتسقط عند التعارض، تسقط شهادة أولئك هكذا. هل يصح الاستدلال بآية الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن على التقليد؟ خب بالمعنى الدقيق لا، خب لا يمكن، ولكن بالمعنى العام خب ممكن. نعم نعم يوجد دكتور، نعم يوجد 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 نعم يوجد من يقول ذلك. نعم أخو بعض السادة ذكره في برنامج علي على 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 العلن أنه لا مانع من العدول من السيد الخوي إلى السيد السيستاني بناء على رأي أستاذه طبعا، ولكن نحن نعتمد على من هو أعلم من أستاذه اللي هو الشيخ الوحيد الخراسان. هل الشيخ النجفي من كبار علماء النجف؟ هذا أمر أكيد، لا شك في ذلك. الشيخ النجفي من كبار علماء النجف، وعنده طلبة، وتقريراته موجودة، وتقريراته مطبوعة، وعنده بعض من طلبته من خيار طلابي حوزة النجف، قم من على رأسهم الشيخ محمد الجاسم. الشيخ محمد الجاسم هذا من كبار أساتذة النجف الأشرف. لا لا عزيزي، تهمة التجسيم هذه تهمة يتهم بها، تهمة التجسيم هذه تهمة يتهم بها هذين الشخصين ولا أساس لها من الصحة. مراجع بالنجف كثيرين الآن. السيد المنو حراني، منو حراني ما فهمت. ما أول مرة اسمها حائري. خب طبعا مجتهد، هو مجتهد وأخوه أيضا مجتهد، سيد علي أكبر الحائري. سيد علي أكبر الحائري نعم مجتهد، كلاهما مجتهد. انتهى الوقت، جزاكم الله خير الجزاء. يرجى المعذرة. خف نجلي السيد السيستاني مجتهدين، نعم كلاهما مجتهد.